مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم عن جديد. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أكيد مستمرين معاكم ببرنامج جوك، معي أنا أسامة الجيتاوي. تحية صباحية جديدة معاكم ومع فقراتنا ومع فقرتنا الجديدة. اليوم معنا يعني على الهواء مباشرة حاليا شخص مميز جدا. قبل فترة يعني مش بعيدة وصلنا فيديو عن نشرة جوية من تقديم أحد الأطفال، ولما يعني سألنا عنه حكالنا أنه من سنتين عم بتعلم عن الطقس، ومن سنتين عم بحاول أنه يقرأ يعني عن الطقس، وبتعلم عن الطقس من النشرات المصورة والمكتوبة اللي بصدرها طقس العرب يوميا. اليوم يعني وعلى الهواء مباشرة الآن اسمحوا لي أرحب بأحد الأطفال الفخمين والرائعين والمميزين، عايض حامد الشنون، اللي راح يحكي لنا أكثر عن حاله وعن حبه للطقس والتنبؤات. يعني يزن، عفوا يزن، عايض يزن، صباح الخير، كيف حالك؟ صباح النور، الحمد لله. يزن بتحكي لنا قديه عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، أوكي. من زمان عم تقرأ عن الطقس وبتحب الطقس، وحكي لي شو سر حبك للطقس؟ يعني الأطفال بالعادة بيكونوا هلا بعمرك بيهتموا بالجيمز، بالألعاب، بالأشياء هاي، شو سر اهتمامك بالطقس يا زلمة؟ احكي لي. أنا ب 2016 كنت أحب الطقس بس بلشت أنميه قبل سنتين. تمام، حلو. من وين عم بتنمي هاي المعلومات؟ عم بتفوت تقرأ من طقس العرب؟ عم بتفوت مثلا تتعلم من أماكن معينة؟ من وين بالضبط بتفوت بتتعلم عن النشرات؟ من طقس العرب. حلو، 100%. طيب لما تصور النشرة اللي بتبعت لنا إياها ونشرات اللي بتبعت لنا إياها، في حدا بيحكي لك كيف تصور عن المعلومات هاي، ولا لحالك تأخذها؟ لا لحالي. لحالك تأخذها. طيب هلأ لو مثلا إحنا طلبنا منك إنه أنت معانا على الهواء عبر طقس العرب، وبدنا نعرف منك مثلا تطورات المنخفض الخمسيني اللي بيأثر علينا اليوم، بدنا منك نشرة جوية، هات احكي لنا، يلا خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. نهار اليوم ستكون الأجواء مغبرة وعاصفة، وتكون درجات الحرارة 18 في عمان، وتكون ليلا رياح نشطة، وتكون الحرارة باردة، وتكون باردة. صباح يوم الجمعة يكون الطقس بارد وماطر وعاصف، وسرعة الرياح تكون 100 كيلومتر في الساعة، هباتها قد تصل 100 كيلو في الساعة فجر يوم الجمعة، وتكون هذه الرياح شديدة على فترات. 100%. طيب احكي لي هلأ، عندك معلومات عن خرائط الجوية مثلا؟ إذا في خريطة جوية بتعرف مثلا نظام بدر. تقرأ الخرائط الجوية ولا لسه؟ لا بقرأها، نظام بدر برضو بتفوت على نظام بدر وبتقرأ الخرائط الجوية. طب أكثر حدا بطقس العرب بتحبه مين من الشباب المتنبئين الجويين بيطلعوا بيعملوا نشرات؟ كلهم. كلهم بتحبهم، بس بحسك بتحب محمد الشاكر أكثر إشي. طيب احكي لي لما تكبر حاب إنك تكمل الموضوع الطقس يزن، وتشتغل في التنبؤات الجوية وهاي الأشياء؟ طب شو اللي بخليك تحب هذا الاشي مثلا؟ انت بتحب الشتاء، بتحب الاجواء، شو اللي يخليك متعلق بهذا الاشي؟ انا بحب الثلج يعني بشكل مش طبيعي. اها، يعني هذيك المرة لما تلجت كانت فرحتي لا توصف. فرحتك لا توصف، فبتحس انه حبك للثلج هو اللي مخليك انك انت تهتم مثلا بالنشرات الجوية اكثر، بالطقس اكثر، بالمطر اكثر. بتحب الشتاء اكثر ولا الصيف؟ طيب أكيد الشتاء. بتحب الشتاء أكثر 100%. وكل يوم عندك لما تصحى مثلاً بتطلع على النشرة الجوية، بتفتح موقع طقس العرب؟ مش على 12 بالليل بتضيفوا يوم بال 14 يوم. أوكي، فوراً بفتح ألاقي إيش بصير. ما شاء الله عليك، وإحنا هون يعني طقس العرب بنحييك يزن، وإن شاء الله هيك كل الدعم، ونستنى دائماً منك تبعت لنا نشرات، ونستنى منك دائماً إنه تنمي هذا الاهتمام إن شاء الله، ولما تكبر يكون في عندك معلومات أكثر. يعني حلو كثير لسه هيك حدا بعمرك عم بيهتم هذا الاهتمام الحلو. شو بتحب تحكي لكل الأطفال اللي هيك بعمرك يزن؟ شو بتوجه لهم نصيحة؟ احكي لي. إنه لو كانت شغلة ببالكم نموها، لا تخلوها يعني. حلو، 100%. وانت حتى حاب تنمي موضوع الطقس ببالك، وان شاء الله انك تتخصص فيه اكثر وتدرسه اكثر، صحيح؟ او حتى حشتغل عندكم. حتشتغل عندنا. ان شاء الله. هلا هذا الفيديو حناخذ لك اياه نحطه عندنا بالارشيف من هون ان شاء الله، لكمان ان الله اعطانا عمر لكمان 10 سنين، لما تصير هيك شاب وعمرك 20 سنة
وتدرس بالجامعه وتتعلم اكثر عشان نفرجيك اياه هذا الفيديو وتكون انت شغال معنا من ضمن فريقنا. اتفقنا؟ اتفقنا. بدي اشكرك يزن، الله يوفقك يا رب ويسعد صباحك، دائما ضلك اهتم بالطقس ونمي قدراتك، اوكي؟ والله يجيب اللي فيه الخير، وان شاء الله راح نلتقي فيك بلقاءات هيك جايه، واحنا هيك تعبناك معنا الصبح ولكن مبسوطين بانه احنا شفناك، ويعطيك الف عافيه يا زلمه. شكرا لك. شكرا، يا اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا الاعزاء كان معنا صديقنا يزن الشنون، احد الاطفال هواة الطقس اللي مهتمين بموضوع الطقس، وقديش حلو فعلا نلاقي اطفالنا وابنائنا بيهتموا باشياء من هم صغار وحابين ينموها ليكبروا. راح يعني هيك نخلص معاكم اليوم مقابلتنا، ومن ثم راح يكون في عندنا كمان فقرات نكملها. خليكم معنا، مكملين معاكم ببرنامج جوك، لا تروحوا.